مشاهدينا رجعنا معكم ببرنامج النور معنا وبفقرة سوسايتي تنسلط الضوء على حملة من القلب، خصوصا انه بهيدي الايام الصعبة اللي كلنا عم نعيشها قد ايه حلو نكون عم نحط ايدينا بايدين بعض وما نسمح نلاقي ولا شخص محتاج ولا شخص ما عم بيقدر يأمن لقمة العيش لعائلته. بدي رحب بضيفتي دولي صابا اللي هي صاحبة حملة من القلب. اهلا وسهلا فيك دولي. اهلا فيك كرم، ماشي الحال. اسمها للحملة من القلب كثير معبرة، عمل إنسانة عن جد بكل محبة يمكن عم ينعمل، خبرينا عن هيدي الحملة. هي هيدي الحملة بلشت ببوست صغير وصل لإلي بيحكي عن مدام عندها أولاد صغار مش قادرة تأمن لهم لا حليب ولا كوشيت، والحق هي أكتر شيء اللي أثر فيني إنه كان ابنها عم يلحقها كل الوقت، ما كانت عم تقدر تعطيه بيبرون لانه ما عندها حليب. فهذا البوست هيك شدني اني حطه على الفيسبوك وخلي الناس تحس قد ايه انا انوجعت وقد ايه هالعالم هي موجوعه. هيك بلشت الاتصالات لإلي وبليز بدنا نساعدها، وكانت عن جد يعني مثل بوش لكل العالم انه عطيتني اياه لبلش بمحل معين يعني كاول ستيب. يعني حلو، بعدنا عم نلاقي اشخاص كثير عم بحبوا يضلهم يساعدوا يدعموا برغم الظروف الصعبه، هي صعبه على الجميع. طب خبرينا دولي بهالايام هلا مين بيساعدك تتجهزوا؟ يمكن خبرينا انتم بتجهزوا بتعطوا مونه، خبرينا شوي. مزبوط، نحن بنعطي مونه، بنعطي حليب، بنعطي كوش، بنعطي دواء اوقات اذا بنقدر نامنه اذا كان معنا يعني حقه هيك، بس المساعده الاساسيه هي من العالم عم تجي. يعني نحن قد ايه عندنا بلبنان هالاندفاع اللي بس انا احس بحدا انه مزعوج بدي يساعده بدي خفف عنه. نحن كشعب لبناني بنحب نساعد بعضنا، بعدنا بنتعاطف. مزبوط، بنتعاطف مع بعضنا كثير. هيدا الشيء اللي لقيناه مؤخرا بهيدي الحمله، كثير العالم تعاطفت معنا، كثير العالم تعاطفت مع بعض، وهيك بلشت القصة. وكثير عالم عم تجينا مساعدات ان كانت مادية او مونة حبوب حليب. يعني نحن لانه كل فترة بالبيج بننزل شو عنا حاجة. عندكم بيج؟ ايه عنا بيج على الفيسبوك اسمها من القلب، هي يعني تقريبا كل البوستس بينزلوا عليها لشو لكل عائلة شو بحاجة وعلى اساسها بتجينا المساعدات. طب دولي كيف بتعرفوا مين الاشخاص؟ يعني هن بيلتجوا لكم اشخاص معينين او حدا بيدلكم على ناس يمكن هن بحاجه ماسه؟ في ناس هي بتلتجي لنا. على فكره هون بس بدي احط بوينت انه نحن كله بيكون بسريه تامه، يعني ما حدا بيعرف لا مين العيله ولا مين عم بيوصل لها، ما حدا بيعرف حدا، نحن بس بنكون الوسيط بين اثنين، بس لا هذا الطرف بيعرف ولا هذا الطرف بيعرف. نحن ايه بنوصل لكل العالم، بس يعني بنعمل مثل هيك تحقيقاتنا السريه شوي لنشوف اذا فعلا هذا الشخص هو كثير بحاجه. يعني. ايه بنتاكد. طب اذا شخص يعني او هلا احد المشاهدين حابب كمان يقدم مساعدات يمكن ما عليه غير يفوت على البيج من القلب ويتواصل معكم؟ بفوت على البيج من محل الانبوكس، بفوت على الرسائل وبيبعث لنا رساله. نعم، لكن هدول عم تخبرينا هلا بظل هيدي الازمه الصعبه بعدكم عم فيكم تساعدوا مثل قبل؟ بلا، بعدنا عم نساعد لانه رح اقول لك شيء كثير صغير يمكن هيدا الشيء اللي انا خلاني هيك حفزني اني اعمل هيدي الحمله. انا من وقت ما كنت صغيره بسمع على طول عنا بالبيت بيي بيقول الله بيدبر، ونحن بهيدي الحمله اخذين هيدا اللوجو الله بيدبر. الله بيدبر، يعني ما ولا مره عم نضطر انه نحس حالنا انه يي مش رح نقدر نامن لهيدي الكيس الحاجه لها. طب هل في اشخاص معك مسؤولين بيساعدوك بالتنظيم يمكن؟ مزبوط، نحن تقريبا شي 5 فولنتيرز وكلنا على فكره امات. بتحسوا بصراحه بهالوضع يمكن اكثر من حدا يمكن يكون ما عنده عائله،
مع العلم في كثير اشخاص بيساعدهم عندهم أكيد. عائله، بس الام دائما هي حاضنه العائله، هي بتعرف البيت قد ايه بحاجه يمكن لمواد اساسيه. مزبوط، وزياده عن هيك بتحس يمكن باولادها اكثر. يعني انا وقت اللي ابني بده يجي يطلب مني شغله مش قادره امن له اياها، قلبي بيحترق. نفس الشيء صعبه. ايه نفس الشيء هودي الحالات اللي عم توصلنا. نعم. طب اذا في حدا بحب يكون متطوع أبداً ما عندنا مشكلة، كمان بيتواصل معكم عبر البيج، مزبوط. أو حتى حابب يقدم مساعدات، يعني كيف بتصير بالإجمال؟ أنتوا بتقولوا له شو ناقصكم؟ كيف بتصير؟ نحن بنحط على مثل ما خبرتك قبل، نحن بنحط على البيج إنه نحن بحاجة لمثلاً مونة، أو بحاجة لهيدي الريسات من الدكتور لدواء معين، أو مثلاً بحاجة لحليب لهيدا العمر، لكوش لهيدا العمر، من خلالهم بيوصلنا هودي المساعدات. نعم. دولي، هل بتحب توجهي رسالة لكل عم بيحضرونا، أو كل شخص يمكن ما يتردد، كل شخص يمكن في يعطي، بس أكيد. تعرفي نحن كلنا أوقات نلتهي مزبوط بحياتنا. ليكي، أنا بس بوجه رسالة وبحب أقولها من كل قلبي، من القلب بقول إنه ما حدا ما بيقدر يعطي ولو فلس أرملة. يعني يمكن أنا عندي كيسين رز بالبيت، بقدر أعطي كيس، بقدر أعطي نص كيس، بعرف إنه هيدا النص كيس رح يأمن طبخة لعائلة معينة ما أنا قادرة تشتري ولا حبة رز. فأكيد أنا بوجه رسالة لكل العالم يلي بيقدر يساعد بحبة، الحبة ورا حبة ورا حبة بتجمع، وبنقدر نحن نساعد الكل. ونحن بظرف هلا مجبورين انه نساعد بعض، ولانه ما حدا عم يتطلع فينا، نحن بنعرف نحن ببلد هلا ما حدا الا كل حدا بلا نفسه. بقول لك خليني اخلص حالي. مزبوط. وكمان بدي وجه رسالة من خلال برنامجي كاريل انه ما بدنا حدا يستحي يطلب. يعني انا ما بدي اجي اقول يي كرامتي ما بتسمح لي اطلب هالغرض او اطلب هالشغله، لا، نحن هون مش كرمال لا نوطي من كرامات حدا ولا نقلل من قيمه حدا، نحن بالعكس نحن بس بدنا نساعد ونامن لكل العالم تما حدا ينام جوعان. هذا اهم شيء. هذول لي خبرينا، يعني صار لك كذا سنه مبلشه بالحمد؟ لا، ليك صراحه انا الي زمان لحالي كنت بعمل هيك مبادرات شخصية يمكن بيني وبين أصحابي، إيه، بس ما كان عندي يمكن البوش اللي تدفعني إني أعمل هيك حملة. يمكن الظروف هلا سمحت لنا، يمكن كمان مثل ما قلت لك هذا البوست أثر فيني زيادة عن اللزوم، وشفت تعاطف العالم مع هذا الكا، ولقيت إنه لا، أنا قادرة أعمل، قادرة أكون وصيت. يمكن كانت هيدي رسالة من ربنا إنه لا، أنا قادرة أعمل. هو هيدا الظرف اللي دفعك يعني تخبريني دولي. طب هل أنت بتخبري أولادك يمكن عن هيدي الحملة؟ نحن كأمات كيف لازم يمكن وعي أولادنا؟ ليكي كاريل، أنا مثلا هديك السنة شاركت، خليت أولادي يشاركوا معي ببروجي معين كان له علاقة بهذا الموضوع، تخليهم يحسوا انه عن جد نحن وصلنا كل شيء، بس نحن كمان بدورنا لازم نساعد. نعم. اكيد انا بقول لكل ام انه لازم هي تشجع اولادها يساعدوا، لانه ما حدا فوق راسه خيمة، ما بنعرف نحن اي متى رح يجي دورنا. المهم نحن نكون عم نعلم اولادنا انه نتعامل مع، صح، يتعاطفوا مع غيرهم، واكيد ما يكون في شوفة حال على حدا، بالعكس نقبل من غيرنا ونسال غيرنا شو بحاجه. دولي خبرينا بالاجمال المساعدات وقت يتم تجميع جمعها، هل بتحطوها بمحل معين؟ هل في شيء مركز بتلتقوا كلكم مع بعضكم؟ لا صراحه لا كاريل، نحن مثل ما خبرتك نحن تقريبا شي 5 فولونتيرز بقلب هيدي الحمله لحديت هلا، كل فولونتير محل، يعني عندك من الشمال لبيروت تقريبا كل بمختلف المناطق. يعني يعني مثلا انا عندك بالباترون عندنا حدا صوب بشري، عندنا حدا صوب بيروت، عندنا يعني عندنا كذا حدا بكذا محل. كل كيس بتجينا بالمنطقه اللي نحن فيها الفولونتير اللي هونيك هو بيساعدها، لانه اوريدي بتكون مثلا اذا اجتنا مونه بيكون هو عنده المونه بامنها ديركت. نعم. هلا اذا في نقص بشي محل بنتواصل مع بعض وبنقدر نحن نوصلها بين بعضنا للحصه او للحليب او اللي هو بنكون بحاجه له. يعني دولي الله يقويكم والله يزيد من امثالكم، عن جد يعطيكم الف عافيه، خصوصا هلا بالظرف الراهن الصعب جدا، حلو يكون في كثير اشخاص هيك، وحلو عن جد يكون كثير عالم هلا يمكن عم بيستفيدوا من هيدي الحمله. دولي بدي اتشكرك
على وجودك معنا اليوم، وعن جد لقينا الضوء على حملة كثير مهمة، مبادرة فردية يا ريت الكل بيتعلم منها. ميرسي، أهلا وسهلا فيك. ثانك يو. مشاهدينا ما تبعدوا كثير، فاصل قصير وراجعين معكم.